السلام عليكم، اليوم جايب لكم 1913 فورد وين بيك اب. شركة فورد كان يقول لي رجال عام 1913 كان يصنعون الشاصي، يصنعون لك الوير سسبنشن كامل، لكن تروح توديه عند نجار وشركات يفصلوا لك الخشب هذا. تقريبا كان تصميمهم قريب من بعض، لكن السيارة هذه أصلية 1913، رجل الشاصي تايتل، طبعا ما شاء الله موتر نظيف، واضح انه متجدد تقريبا قبل 5 سنوات الى 10 سنوات بكثير، لكن بشكل عام سيارة ما شاء الله جميلة، وصراحة شكلها انتيك جميل. انا دائما اشوف ابحث في السوق ما احصل مثلهم، ما احصل مثل هالنوعيات هذه، ما احصل يمكن نفس النظافة ونفس الترتيب وشغل الانتيك اللي عليها. طبعا سيارة للبيع بسعر مرة جميل، بسعر طيب. So what does this one do exactly? This is your accelerator. Okay. Now on this one, this is all you got. You don't have one on the floor. Yeah. So my lady got one on the floor. Yeah. Now this one's right here. How the heck is this? طبعا هذه ماكينتها باقي عليها علامات الفورد الأصلية، هذه بعد ماكينتها، شوف حتى المفلر باقي عليها علامة الفورد، يقول هذه كل شيء أصلي في السيارة، فككينها مسمار مسمار ورجع ركبوها. حتى يقول هذه مرة نادرة تحصلها، مرة تكون صعبة، بس ما شاء الله. كيف وريكم هنا في صندوق تحت، هذا اللي يفتح لتانك البنزين سبير. هاي انتم شايفين